والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. الأخبار الاقتصادية لدى سارة نجيب، تفضلي سارة. شكرا لكما إيمان ودينا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أنكريدج للاستثمارات لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بالعين السخنة. وخلال كلمته أكد ربيع أن هيئة قناة السويس لا تدخر جهدا نحو تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها على النحو الأمثل، واضحا أن الاتفاق يعد خطوة هامة نحو إقامة مجمع صناعي للبتروكيماويات لتنويع مصادر دخل الهيئة وتعزيز الجهود التنموية بمنطقة قناة السويس وتوفير فرص عمل للشباب. استقبلت المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدا رسميا من وزارة الخزانة الأمريكية. استعرض اللقاء الجهود المصرية المبذولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وأكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أن القيادة السياسية ورئيس الحكومة يضعان هذا الملف على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية. وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من بينها صندوق مصر السيادي ووثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون الحياد التنافسي. أعلنت الحكومة التعاقد مع الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم، وأشارت الحكومة إلى وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها بمجزر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكا ومجزر سفاجا بالغردقة ومجزر أبو سمبل بأسوان، مشيرا إلى أنه جاري التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي، ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها هذا الشهر. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات تجاوزت 2,300,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 على ارتفاع نسبته 1% مسجلا 17,521 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 0.12% منهيا تعاملات عند مستوى 3,652 نقطة، فيما أنهى مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا على ارتفاع نسبته 0.30% عند مستوى 5,333 نقطة. في أسواق البترول العالمية، استقرت أسعار النفط بدعم من تعهد السعودية خفض الإنتاج ووقف محتمل لرفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي، وهو ما فاق تأثيره مخاوف بخصوص ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 0.1% لتسجل 76.87 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.1% ليسجل 72.61 دولارا للبرميل. وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 42% لتصل إلى $2.34 للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 43% لتسجل $2.33 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أظهرت أرقام للبنك المركزي التونسي أن احتياطي النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوما من الواردات مقارنة ب 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات. وانخفضت الاحتياطي إلى 21 مليار دينار أو ما يعادل 6.780 مليار دولار. ومن شأن تآكل الاحتياطي أن يزيد الضغوط المالية على تونس التي تواجه مشاكل في الحصول على قروض خارجية متوقعة بنحو 5 مليارات دولار في عام 2023، خاصة مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 1.9 مليار دولار. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة مرة أخرى إلى إيمان، ودينا إليكما. شكرا لك سارة نجيب.